الشدة. هي صوتان لحرف واحد. الصوت الأول نقف فيه على الحرف بالسكون، والصوت الثاني ننطق نفس الحرف متحركا. لنرى كيف نطبق ذلك صوتيا. لاحظ معي، نحدد الحرف المشدد ننطق الكلمة قد دم، نستنتج أن حرف الدال له صوتان. لنرى كيف يكون ذلك. ننطق المقطع الأول قد، ولاحظ أننا وقفنا على حرف الدال بالسكون. ننطق المقطع الثاني دم، ولاحظ أننا نطقنا حرف الدال بالفتحة. هذه الطريقة الصوتية تسمى التحليل الصوتي. وسنتعلم الآن الطريقة الكتابية والقرائية. لاحظ معي، نكتب المقطع الأول بدون الحرف الساكن بهذا الشكل. نكتب المقطع الثاني بهذا الشكل. نضع الشدة على حرف الدال بهذا الشكل. ننطق الكلمة مقطعا صوتيا واحدا قد دم. تابع معي تطبيقات على كلمات أخرى. نحدد الحرف المشدد نحلل الكلمة صوتيا إلى مقطعين. ننطق المقطع الأول صل، ننطق المقطع الثاني لا، ندمج المقطعين كما تعلمنا سابقا. ننطق الكلمة مقطعا صوتيا واحدا صلى. نحدد الحرف المشدد نحلل الكلمة صوتيا إلى مقطعين. ننطق المقطع الأول يحب، ننطق المقطع الثاني بو، ندمج المقطعين كما تعلمنا سابقا.
ننطق الكلمة مقطعا صوتيا واحدا. يحب. نحدد الحرف المشدد. نحلل الكلمة صوتيا إلى مقطعين. ننطق المقطع الأول. يرت. ننطق المقطع الثاني. تيبو. ندمج المقطعين كما تعلمنا سابقا. ننطق الكلمة مقطعا صوتيا واحدا. يرتب. نحدد الحرف المشدد. نحلل الكلمة صوتيا إلى مقطعين. ننطق المقطع الأول. مد. ننطق المقطع الثاني. د. ندمج المقطعين كما تعلمنا سابقا. ننطق الكلمة مقطعا صوتيا واحدا. مد. نحدد الحرف المشدد. نحلل الكلمة صوتيا إلى مقطعين. ننطق المقطع الأول. يسل. ننطق المقطع الثاني. لم. ندمج المقطعين كما تعلمنا سابقا. ننطق الكلمة مقطعا صوتيا واحدا. يسلم. نحدد الحرف المشدد. نحلل الكلمة صوتيا إلى مقطعين. ننطق المقطع الأول. يجف. ننطق المقطع الثاني. فو. ندمج المقطعين كما تعلمنا سابقا. ننطق الكلمة مقطعا صوتيا واحدا. يجف. نحدد الحرف المشدد. نحلل الكلمة صوتيا إلى مقطعين. ننطق المقطع الأول. لو. ننطق المقطع الثاني. وثا.
ندمج المقطعين كما تعلمنا سابقا. ننطق الكلمة مقطعا صوتيا واحدا. لوث. نحدد الحرف المشدد. نحلل الكلمة صوتيا إلى مقطعين. ننطق المقطع الأول. يخط. ننطق المقطع الثاني. طط. ندمج المقطعين كما تعلمنا سابقا. ننطق الكلمة مقطعا صوتيا واحدا. يخطط. نحدد الحرف المشدد. نحلل الكلمة صوتيا إلى مقطعين. ننطق المقطع الأول. يرك. ننطق المقطع الثاني. كيزو. ندمج المقطعين كما تعلمنا سابقا. ننطق الكلمة مقطعا صوتيا واحدا. يركز. نحدد الحرف المشدد. نحلل الكلمة صوتيا إلى مقطعين. ننطق المقطع الأول. سب. ننطق المقطع الثاني. بورة. ندمج المقطعين كما تعلمنا سابقا. ننطق الكلمة مقطعا صوتيا واحدا. سبورة. نستنتج من الكلمات السابقة أن الحرف المشدد يأتي في وسط الكلمة وفي آخرها. أن الحرف المشدد لا يأتي أول الكلمة. الشدة مع الحركة تكون بالشكل التالي: